اهلا بيكم يا ولاد في حلقه جديده من حلقات عم بشاره. والحقيقه زي ما اتعودنا احنا بنروح اماكن مختلفه كتير، بنشوف كنوز كتيره في بلدنا. يمكن كنز المره دي كنز مختلف خالص، لان رب المجد يسوع، الطفل يسوع اللي مشي وكان ليه رحله مع رحله العائله المقدسه في مصر، اراضي او اماكن كتير جدا في مصر مش كلنا رحناها وزرناها، بس احنا بنحاول نغطي بعض الاماكن دي معاكم في برنامج عم بشاره. والحقيقه احنا النهارده في كنيسه من الكنائس الاثريه بسخه بكفر الشيخ، كنيسه القديسه العذراء مريم الاثريه بسخه. وسعدنا جدا ان يكون معانا قديس ابونا تيموثاوس يني، كاهن كنيسه القديسه العذراء مريم الاثريه بسخه. اهلا بيك يا قديس ابونا، رحب بيك الاول وكل اصدقائنا الجمال اللي موجودين معانا النهارده في برنامجنا. وقبل ما نروح لفقره المسابقات والحاجات الحماسيه اللي دايما بنروح لها، حابين نتعرف اكتر على الكنيسه. وطبعا كنيستنا مشهوره قوي بوجود او بقدوم العائله المقدسه ليها، وفي قصه جميله عن زياره الطفل يسوع ومعجزه بهذا الشان. لو سمحتوا تسيبونا برضو تعرفنا اكتر على المكان الصغير اللي احنا موجودين فيه النهارده، والكنيسه بتحمل ايه من هذا الاثر. اولا احنا بنرحب بيكم في المكان المبارك ده اللي قال عنده المقريزي، اللي ما زارش سخا يبقى قدسه مش كامل. لأن زمان كان اللي يزور سخا، اللي يزور آسف القدس، لازم يعدي على سخا عشان يبقى قدس بجد. فالمكان هنا يتميز، وده المكان الفريد في جمهورية مصر العربية بوجود أثر لقدم السيد المسيح له كل مجد. وده الرجل اليمين، دي الحجر يمكن احنا واقفين قدامه، دي الصخرة اللي قدامنا أو الحجر ده اللي انطبع عليه رجل بابا يسوع اليمين، وكان عمره سنتين فما أكثر كم شهر يعني. وطبعا ايه قصة انطباع ايه القصة دي، وازاي وصلت لنا، وازاي احنا كمان النهارده نصدق فيها 100% ونقول ان هي دي قدم رب المجد يسوع والطفل يسوع. لان كتير بنشوف حاجات واثار وبتاع، بس ايه الحاجة اللي بتثبت لنا دايما المصداقية بتاعت الموضوع بالظبط؟ الحقيقة القصة هنا تبدأ إن المكان ده أعلى مكان في البلد. المكان ده يا أولاد أعلى مكان في مرتفع البلد، مرتفع يعني. عالي، فطبعا المية ما تطلعش أبدا في العالي. فلما دخلت العائلة المقدسة هذا المكان، بالطبع احتاجت الست العذراء ويوسف النجار والسيد المسيح له كل مجد للمية. صحيح. أهل البلد رفضوا يدوا للعائلة المقدسة مية. السبب إيه؟ السبب إن واضح إن المكان ده كان معبد للأوثان قبل دخول العائلة المقدسة مصر. طب وايه اللي دليل على كده؟ لأن الآية في سفر أشعياء في العهد القديم يا أولاد، في سفر أشعياء 19 العدد الأول، بيقول إن السيد المسيح قادم إلى أرض مصر فترتجف أوثان مصر من أمامه، يعني تسقط. ففعلا لما دخلت العائلة المقدسة هنا ارتجفت أوثان مصر، سقطت أوثان مصر من أمام السيد المسيح. فأهل البلد اعتبروا إن الأسرة الجديدة اللي داخلة علينا دي شؤم، وقعت الآلهة بتاعتنا، فإحنا هنمنع المية عنها عشان تمشي من هنا. ولكن السيد المسيح له كل مجد وقف على الصخرة دي، ونبع انطبع قدمه على الصخرة زي ما حضرتك هتشوف دلوقتي أثر قدم وصوابع السيد المسيح له كل مجد، والكعب واضح جدا خالص، ونبع بير مية روى المنطقة. هما كانوا في احتياج في هذه اللحظة لمية، والقديسة عذراء مريم هي اللي عملت المعجزة دي، هي اللي خدت الطفل يسوع عشان يعمل المعجزة دي. طبعا حطته على الصخرة فطلع المية. وهو انطبع القدم وطلع بير مية روى المنطقة. يعني برضه يعني القديسة عذراء مريم كانت واثقة ان هي ما تحط رجلين او قدم يسوع هيحصل ده. طبيعي، وكانها متأكدة، هي مجربة طبعا. وكان الكلام ده لما ذكر في يوحنا 2 في عرس قانا الجليل، ان هي قالت كل ما قاله لكم افعلوه. صحيح. فتحول الميه لخمر، وهو ده امة الرب. الحقيقه كل اقوال القديسه العذراء مريم كلها انا يعني مصدقه ومتاكده، ومفيش اي نوع طبعا ايمان قلبي يعني، وثقه ان الرب يسوع يستطيع كل شيء ولا يعثر عليه امر. وفعلا نبع بير ميه وروى المنطقه، وتحول المكان هنا، المكان نشأ دير عامر، نشأت كنيسة، وبعد كده دير عامر بالرهبان، ظل عامر لغاية نهاية ال 12 وتهد في بداية ال 13. بس في حاجة تلفت الأنظار للأثر القدم السيد المسيح. في كلام مكتوب على ظهر القدم. الله ليه واحد ليه معنى شفناه يعني ده اللي خط الكفر باللغه العربيه. طب ايه سببه؟ يعني ايه المغزى من كلمه الله واحد دي؟ اولا علامه تميز الحجر عن اي حجر اخر. ليه بقى؟ لان الحجر ده بعد ما تهدد دير في القرن نهايه ال 12 وبدايه ال 13 الرهبان اللي هنا مشيوا والحجر ده اتدفن في باطن الارض ومش خلاص انتهى قصته. فلما نجده فيما بعد، ده الكلام اللي قاله المقريزي او المؤرخين المؤرخ المعروف، هنلقى عليه العلامه دي هنعرف ان ده قدم السيد المسيح او الصخره اللي عليها قدم السيد المسيح. الحاجه الثانيه كمان لما نعثر على الحجر فيما بعد نتعامل معاه باحترام وتقدير لوجود كلمه الله، لفظ الجلاله بالعربي عشان العربي عشان الناس كلها، لان كانت انتشرت اللغه العربيه في ذلك الوقت. الحاجه الثالثه علشان ما حدش يتهم المسيحيه بانها بتعبد وثن، فلفظ الجلاله الله. والحاجه الاهم من كده ان عشان ما حدش يتهم المسيحيه بان احنا ناس مشركين ونؤمن بثلاثه، لا ده انا احنا واحد. فدي قصة جميلة بتبين لنا مدى عمق المسيحية وإيمانها بالرب يسوع له كل مجد. هل هو حجر واحد بس يسيبونه ولا كان في برضه أحجار تانية؟ لا هو واحد بس. لما عثرنا على الحجر بمحض الصدفة طبعا الناس بتدخل صرف الصحة فلقوا الحجر، لقوا معاه تاج العمود ده. وده برضه من الآثار اللي موجودة في الكنيسة. تاج العمود ده بس برضه إيه اللي يأكد لي إن ده قدم السيد المسيح؟ هو حاجتين. الحاجة الأولى إن غسلوا الحجر من التراب لأنه كان مدفون في باطن الأرض، فلقوا إن المية متحولة شكل الزيت، فاستخدم الزيت في شفاء الأمراض فتم الشفاء وظهرت منه آيات ومعجزات غير عادية لا تحصى ولا تعد. الحاجة التانية إن أنا بالكربون المشع عشان أثبت للناس التانية إزاي إن ده هو قدم السيد، أثر قدم السيد المسيح بحاجة اسمها كربون المشع. بقدر أعرف متى تم طبع أثر قدم السيد المسيح. ممكن أعرف السن أو العمر اللي انطبع عليه انطبع أثر قدم السيد المسيح. وكلمة الله واحد إمتى اتكتبت برضه؟ بياخدوا عينة من الحفر أو الطباعة وبالكربون المشع بيعرفوا العمر بالظبط، العصر اللي انطبع فيه قدم السيد المسيح. لذلك عرفوا ان ده هو قدم السيد المسيح لان ده الحفر والطباعه اللي هي قدم السيد المسيح، والحفر اللي هو الكلام اللي من ورا من 2000 سنه ده من 2000 سنه. فعرفوا ان ده قدم السيد المسيح كل يوم. والايات اللي بتظهر في هذا المكان بقى اخراج الارواح النجسه وشفاء الامراض وسد الاحتياجات وفتح الابواب واعطاء الناس للصالح. المكان هنا بيجي لنا ناس كتيرة عليهم أرواح نجسة، مجرد إنه يتلامسوا مع قدم السيد المسيح بيظهر آيات وعجائب وإخراج الأرواح بدون ما حد لا يصلي ولا حد يحط صليب، مجرد بإيمان إيمانه بهذا الحاجة. وتسابونا يعني يمكن برضو المكان اللي احنا فيه يعني الموجود فيه الكثير من الحاجات الاثريه زي كرسي اثري زي باب هيكل اثري، ايضا ايقونه بتهيألي شكلها مختلف بالتأكيد. فيها رسومات كتير قوي، عايز اقول لك برضو تحاول تفسرها لنا على قد ما نقدر نحاول نفهمها. بالنسبه للكرسي اللي حضرتك شايفه، احنا هنا ما كانتش كنيسه عاديه، دي كانت اسقفيه وكانت مقر اسقفيه كبيره، وكان اسقفها الانبا زكرياس في القرن السابع تنيح 725 ميلادية. يعني ساخة دي كانت أسقفية كبيرة. وقبل كده كانت طبعا دير المختص اللي في القرن الرابع اللي اتعمدت فيها القديسة دميانة، وعندنا المعمودية اللي فيها اتعمدت فيها برضه القديسة دميانة موجودة بره. الحاجة التانية الحاجات الأثريات اللي قدامنا دي ده من حجاب الكنيسة الأولى 1586. دي بواقي من الحجاب الأثري. الأثرية والأبواب الأثرية طبعا. الكلام. أما الأيقونة الفريدة النادرة دي موجودة 4 في مصر كلها، في جمهورية مصر العربية. موجود في دير المحرق طبعا، في أسيوط، في القصية، موجود في وادي النطرون، موجودة في وادي النطرون، موجودة في دير الفيوم دير ابو خشبه، موجودة عندنا هنا في سخ. ايه اللي موجودة؟ الأيقونة نفس الأيقونة، لأن الرسم واحد، الرسام واحد. رسمها 4 في مصر. 4 فهو رسم 4 أيقونة. لو سمحتم لو ركزتوا معايا هتلاقوا الأيقونة بتشمل عهد القديم وعهد الجديد وتاريخ كنيسة كمان. يعني مثلا أبونا آدم ومن حواء، مثلا ذبيحة أبونا إبراهيم. عارفين أبونا إبراهيم يا أولاد لما قدم ابنه كان اسمه إيه؟ كان اسمه إيه فاكرين؟ إسحاق. هو ماسكه هنا أهو، ودي ذبيحة أبونا إبراهيم. شوية أشعياء، أرمية، إيليا، أنبياء العهد القديم، العهد القديم، الدينونة، وبعد كده ميلاد الست العذراء. قصة بقى الخلاص، الخلاص بقى من أول ميلاد السيد المسيح لغاية الصعود، الصلب واليمن، ومع بعض من تاريخ الآباء، تاريخ الكنيسة. ده فعلا يعني أيقونة مميزة جدا، ودي على جلد غزال، على جلد غزال. حتى الخامات يمكن مش موجودة دلوقتي خالص، لها حوالي أكثر من 250 أو 300 سنة يعني. عظيم يا تسابوني. بالإضافة اللي عندنا مخطوطات بخط اليد موجودة بره في المتحف، قبطي وعربي، العهد القديم وعهد جديد، وكتمارس الأيام مكتوبة بخط اليد واضحة جدا يعني. عايز أختم مع قدسك برضو بشهرة الكنيسة هنا بسخ. يعني رحلة العائلة المقدسة نفسنا ونتمنى وبنصلي إن فعلا رحلة العائلة المقدسة لمصر تكون ليها مسار سياحي، الناس يجوا لها ويزوروا، واحنا نفسنا كمان يكون المسار ده واضح لينا كلنا ان احنا نروح ونزور كل الاماكن اللي زارها رب المجد يسوع والطفل يسوع والقديسه عذراء مريم والعائله المقدسه كلها. عايز اعرف المصدر هنا، هل بتشوفوا سياح كتير بيجوا الكنيسه؟ هل في ناس كتير يعرفوا سخا بالاسم ويجوا لها بالاسم ولا؟ بالتاكيد احنا عندنا وفود اجنبيه بتيجي المكان، وكانت واضحه الايام اللي فاتت قبل الثوره، وكانوا بيجي بكل احترام وتقدير للمكان وسجود على الباب الحديد بره خارج باب الكنيسه، يسجدوا على الارض ويجي يتباركوا من المكان. يعني عارفين بقدسيه مكان، بقدسيه المكان من قبل ما يروحوا، لدرجه ان هم يجيبوا الهدايا ويحطوها على قدم السيد المسيح، على اثر القدم، وتتبارك من المكان وياخدوها هدايا للاخرين. لدرجه ان في وفد راح سانت كاترين اشترى هدايا ورجع تاني هنا برضو حطها على قدم السيد المسيح وخدها بركه لباقي الاسر اللي في بلادهم يعني. عظيم جدا يا تسابونا، بشكرك يا تسابونا الحقيقه، يعني برضو ان احنا نتعرف على الحاجات الاثريه اللي احنا يمكن ما نعرفهاش كتير، وكمان الكنوز اللي موجوده عندنا في كنايسنا اللي يمكن بنتعرف عليها من خلال وجودنا في الاماكن اللي زي دي، او ان احنا نيجي ونزوركم بنفسنا. يا ريت كمان اي حد بيتفرج علينا النهارده يبقى عنده الفرصه ان هو يجي ويزور يا تسابونا. هو كل وفد اجنبي او مصري بيجي هنا بيكتب لنا في الذكريات ان هذه البقعه شعرت براحه نفسيه غير عاديه. السيد المسيح قعد هنا في المكان ده 7 أيام. 7 أيام أقام، 7 أيام أقام في المكان. لذلك كلمة سخا جاية من اختصار بيخا إيسوس، بعد ما انطبع قدم السيد المسيح. بيخا هي كلمة يونانية، بيخا يعني قدم، إيسوس يعني يسوع، قدم السيد المسيح يعني، ودي اللغة اليونانية اللي كانت سائدة في ذلك الوقت. بعدين هياخد البركة قدم السيد المسيح، بالإضافة إلى جو الكنيسة الرائع والروحانية اللي فيه روحانية غير عادية. عايز أقول كمان إن الست العذراء سابت لنا المجور بتاعها، المجور اللي كانت بتعجن فيه، وده موجود كمان واحد منه في سمنود، وتقريبا في جبل الطير في حاجة محفورة كده في الجبل، لأن أنا أصلا من المنيا، فزرت المكان هناك وكنت أشوف المجور أستعجب. لكن لما جيت كنيستنا هنا في سخا شفت المجور بتاع الست العذراء، فحسيت إن أنا ربنا ما حرمنيش يعني من نعمة مسار العائلة المقدسة. أشكرك مرة تانية يا تسابونا، وربنا كده يدينا من بركة المكان ومن الكنز اللي احنا فعلا واقفين قدامه ده. وتسابونوس تيموثاوس ياني، بشكرك جدا من داخل صحن كنيسة العذراء مريم بسخا كفر الشيخ. أشكرك مرة تانية، عندنا فقرة تانية وتسابونا، هنروح مع الأطفال نلعب وننبسط مع عم بشارة. عم بشارة شرفنا خالص، وفرحانين بوجودكم وبنذكركم بكل خير. بشكرك وبشكر كل القائمين على الكنيسه، نفس الحبر الانبا ماركوس ايضا، وكل الناس الحقيقه اللي احسنوا استضافتنا وتسابونا. ويلا بينا يا اولاد نلعب، يلا بينا، يلا بينا نلعب. استنوا هنا رايحين على فين، خليكوا ويانا يا حلوين. عم بشارة موجود ممشيش، كلها كام ثانية وراجعين.